الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: هذا الإسلام، هذا القرآن جاي للأصحاب العقول، اللي عنده عقل. ليس العقل بالشهادة وبالجمال وبالسلطة. رب العالمين يقول جاء هذا القرآن لأولي الألباب، بسم الله الرحمن الرحيم، أصحاب العقول، اللي عنده عقل يتفكر فيه، يتفكر في خلق السماوات والأرض. يا ناس ارجعوا إلى التوحيد وإلى منهاج النبوة. والله آخر رسالة إلينا إليكم الإسلام، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله تفلحوا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.